سيد برهم غالي، ولكن دعني أسأل، لماذا يعني في النهاية الحكم الذاتي أليس ربما كما يرى البعض حكم يعني حل واقعي في ظل هذه المعاناة، في ظل هذا الوضع؟ لماذا ربما ترفضونه؟ أولا نحن لسنا مغاربة حتى يعطى لنا الحكم الذاتي. الحكم الذاتي عادة حلول تعطى لمناطق متمردة داخل دولة معينة. نحن لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكن مغاربة، ومغربتنا بقوة القمع والسلاح جربت لخمسة وأربعين سنة فلم تجنى منها أي ثمرة. نحن لسنا مغاربة بصريح العبارة حتى يعطى لنا الحكم الذاتي، فليكون المغرب النظام المغرب سخي وليعطي للريف الحكم الذاتي. نحن مطلبنا وحقنا معترف به دوليا، لن نقبل مقايضته بأي مقترح آخر.